فضيلة رمضان. مع الإذاعة الأولى بالعالم العربي راديو قناة مسايا. جوائز كتيرة وعديدة بانتظاركم، من مجوهرات، ملابس، مستحضرات تجميل ومبالغ نقدية وعينية. نذكركم فيهم: سيف بيوتي كلينيك لأزالة الشعر الزائد وتجميل البشرة، فساتين تقدمت موني فاشن، دعوة من مطعم بيت حلب، تسريحة من بيوتي سنتر أكرم رضوان، مجموعة منتجات سوبيور لخبير الشعر إبراهيم عمر للعناية بالشعر، دعوة من كافي إشبيليا خالدة، مجموعة منتجات للعناية بالبشرة والشعر 22 Forever، عناية بجمالك من بيوتي سنتر رولا ورانيا، أس وسشوار من صالون المزين ميشيل أبو عاصي. مبالغ نقدية وهدايا كتيرة وقيمة. منبدأ بأسماء الرابحين. الاسم الأول: هلا حلاني لبنان، محمد الشمري السعودية، فخر غصن، هادي الهاشم لبنان، سهى من لبنان، مروان حريص من السويد، عزام شربتجي، رابعة أبو مجاهد، صندرين فرحات، وآخر اسم جوال عبد الخالق. بدي أتشكر كل فريق العمل فردا والمخرج نادر حشاش والأستاذ أيمن فودة على الموسيقى الرائعة وزياد فلوتي معد البرنامج وكل المشاركين بتقديم الجوائز. بدي وجه تحية لعائلتي ولإدارة قناة مسايا وكل يلي وكبنا بشهر رمضان مبارك. كل عام وأنتم بألف خير. تتسلموا جوائزكم فيكن تتواصلوا معنا على الأرقام يلي عم تمرق قدامكم على الشاشة. هلأ صار وقت ودعكم على أمل لقاء ببرامج قادمة. إلى اللقاء.